يعني هو ولد محتاج يتسمع، احنا محتاجين نفهم ونسمع منه هو هو متعصب ليه، مش نقول له ما تتعصبش. هو دلوقتي عنده مشاعر عادي عادي جدا انها تيجي لاي انسان، عنده مشاعر غضب، مراهقة مبكرة دي يا دكتور، ممكن عنده مشاعر غضب لسبب ما. يعني حضرتك سألتيها سؤال مهم، أخته الأصغر فرق سنتين، وارد جدا بيحصل تغير كده في سلوكيات الطفل الأكبر لما يجيله أخ أو أخت، لأنه بيلاقي الاهتمام ما بقاش مركز عليه. بس في العموم طفل بيغضب مش الحل معاه إن أنا أعلمه يكبت الغضب، وأوعى تطلع صوته، وأوعى تتنرفز وتزعق في بابا. أنا عايزه يتكلم ويعرف يتعامل مع غضبه، وعايز أسمعه أعرف هو زعلان من إيه، هو ايه اللي مغضبه. هو لحد دلوقتي فيش ولا اجابه من اللي هي قالتها تقول احنا عرفنا هو بيغضب ليه. طبعا لجوء الاطفال للكذب في سن زي كده من كتر ما هو مش مصدق انه اهله هيقفوا في صفه لو هو حكى الحقيقه، ما حدش فاهمني. فهو مش عارف يعبر، انا محتاج اعلمه ازاي يعبر. اقعد معاه الخروجات والقعدات حاجه حلوه قوي اللي هي بتعملها، انها بتدي له وقت خاص، دي حاجه حلوه جدا. بس الوقت ده هو تفهمني انت بتبقى بتفكر في ايه، بتقول لنفسك ايه، طب ايه اللي حصل ضايقك، انا عارفاك ان انت ولد حلو جدا وانا بحبك جدا، شجع، لكن محتاجة أفهم إيه اللي بيدور جواك باللغة بقى التبسيطية اللي تقدر هي تعملها معاه. بس هو الفكرة إن إحنا لحد دلوقتي منعرفش هو إيه أسباب الغضب، إحنا مش عاجبنا الغضب، طب ما الغضب له أسباب أكيد. فالولد محتاج يتسمع ويتفهم، واللي هو يقوله يتقدر مش يتشطب عليه. لكن الحوار اللي أنا سمعته منها كله نصايح وأحكام وتعليمات، بس هو ما فيش أي تقارب نفسي حاصل مع الطفل يعني. تمام. الكلام الغير مفهوم ازاي ده بيكون عائق من عوائق التواصل؟ يعني بتحضرني كده ام جميله كانت مهتمه جدا ببنتها يعني، فهي يعني هي بتقول لها على فكره انا بحبك زي ما انت، انا بحبك من غير شروط. البنت كانت صغيره قوي، هي مش ممكن تفهم، هي البنت الام اهتمت انها تدرس وتاخد كورسات وتاخد حاجات، فهي مش عارفه تعمل ده بشكل عملي. هي بتحكيه للبنت، فالبنت مش فاهمه حاجه، فهو يعني مش هو ده اللي هيوصل الحب الغير مشروط، لكن التطبيق هو اللي هيوصل. الحضن مثلا، الحضن مثلا، وبالذات لو هو عامل حاجه صعبه، لو متنرفز كده زي الولد اللي كان معانا من شويه ده. اللعب يا دكتور، الوقت القيم واللعب معاهم، لغه الاطفال اللعب متهيألي، فانا برضو اتواصل معاهم بلغتهم. بالظبط كده. فساعات احنا بنتواصل بشكل غير مفهوم لينا، يعني انا بقول كلام كبير بس الشخص بالذات لو الاطفال هم مش فاهمين المعنى اللي انا عايزه اقوله شكله ايه. في ناس تقول هو مش فاهم دلوقتي بس لما هيكبر هيفهم انا كنت بقول كده ليه. ما بس لا، بس ده ما بيبنيش الشخصيه، على بال ما يفهم بقى انا كنت بقول كده ليه. ايوه. اولا ممكن يكون يعني هيبقى في تشوهات حصلت في شخصيته كتير، وجايز لما يفهم انا كنت بقول كده ليه ما يوافقش على اللي انا كنت بقول. فمش دي القضيه، يعني هي مش قضيتنا انه يفهمني لما يكبر ويصدق على، ما جايز يكون له راي مختلف عن رايي. لكن احنا بيهمنا في تربيه الاطفال نشبعهم نفسيا ونعلمهم يعيشوا ازاي، دي الحاجه اللي بيسموها التاديب. فبعمل كده بطرق هم يفهموها. فالتواصل طبعا المبهم اللي هو بكلام غير مفهوم كبير على ذهن الشخص لو كان أصغر مني أو لو كان من ثقافة مختلفة مش هيوصل أي رسالة أنا عايزة أقولها.